ظاهرة منتشرة هنا في البلد، هي مش بغرض السرقة يعني، في الغالب ما بتكونش غرض السرقة السرقة. البسكليتة بتاعتي العجلة كنت راكنها هناك في آخر الكوبري هناك، يعني عند سويسرا عند الحدود. دلوقتي شوف بقت فين، بقت عند الزراعة ايه. شوف البسكليتة، واحد قضى بيها مشوار وراح رمهالي فين وانا رحت ادور عليها. كويس ان انا خدت العربية. فموضوع سرقة السيارات ده، اي واحد بيلاقي العجل سوري، اي واحد بيلاقي دراجة مفتوحة عشان مش مقفولة بيروح واخدها ويقضي بيها مشواره ويرميها في اي حتة. كويس ان هو حطها على الشارع العمومي، انا شفتها بعد كده هبقفلها. بصراحة الموضوع ده يعني الشرطة كانت دايما بتخلي بالها من المواضيع، كانت بتلف تدور على الحاجات اللي زي كده، بس صعب ان انت تقفش حد، نادرا ما بيتقفش حد في الموضوع ده. دلوقتي هاخد العجلة، انا ركنت العربية عند السوبر ماركت، وهاخد العجلة اوديها عند السوبر ماركت هناك امان، واخد العربية وبعد كده بقى اوديها البيت. سلام.